بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مبروكة وبخيت عليكم جميعا. اليوم 2 سبتمبر 2022، وده أول نشاط للجروب الفرعي من مجموعة الباحثين السودانيين للمجموعة الفرعية المختصة بالترويج للعلوم Science Communication. والنشاط ده تأخر شوية، لكن يعني زي يقولوا بيتر ليت ذان نيفر. واسي تريجر يعني تاني خلانا ندور في النشاط ده، شنو انه جونا الحكومه الالمانيه عبر السفاره بتاعتهم في المركز الثقافي بتاع جوتا، وقالوا انه دايرين نرشح لهم زول بتاع ساينس كوميونيكيشن، نايس ساينس كوميونيكيشن، يمشي في رحله علميه لالمانيا على حسابهم هم، عشان يطلع على التجربه بتاعت البحث العلمي في المانيا ويجي راجع يعكس الكلام ده. لكن طبعا الزول لازم يكون عنده يعني منشورات علميه ويكون عنده يعني مواضيع في الصحف وكده. ونحن طبعا بكل اسف معظم الناس اللي اشتغلوا معانا في الباحثين السودانيين ليسوا مختصين بالضروره في الساينس كوميونيكيشن، رغم انهم بيعملوا حاجات شزارات من هنا وهناك لها علاقه بالساينس كوميونيكيشن. فالناس اللي شغالين معانا يعني متطوعين وكده، منهم الدكتور فاتح ياسين، هو استاذ مساعد بتاع علوم بيئيه، كيميكال انجينير بالتريننج بتاعه، فرشحناه ونحن للمهمه دي. لكن عرفنا انه في كميه بتاعت ناس عندهم انترست وشغالين في الحته دي، فقلنا يا اخي نجمع الناس نشوف الخبرات شنو ونعمل تريننج. طبعا اكثر حاجه بيحصل لها امرجنس يعني بيتبرز طوالي انه دايرين نتدرب، فنحن دايرين نشتغل دايرين نتطوع لكن دايرين نتدرب. فكتر خيره الباشمهندس قاسم منتصر الطيب، وقاسم من المشرفين القدام في الباحثين السودانيين ومن الناس الجينيوسز ما شاء الله، احنا فخورين بهم جدا. تخرج من جامعه خرطوم في كليه الهندسه الكيميائيه واشتغل مساعد تدريس، عمل ماجستير في تكساس اي ان ام، مش كده قاسم؟ لا، عملت ماجستير في لوفبرا وعملت ماجستير في واشنطن ستيت يونيفرسيتي. اوكي، عامل له ما شاء الله ماجستير ماجستيرين، وهسه حاليا هو مرشح للدكتوراه في الهندسه الكيميائيه، التخصص الدقيق بتاعه تقريبا النانو. انا هخليه يتكلم زياده، لكن جامعه تكساس اي ان ام معروفه انها فيها من افضل كليات الاويل الغاز في العالم. قاسم بصراحه كده شورت نوتس امبارح دي قلت له قاسم يا اخي ننزل محتاجين تدريب وبتاع هنا، فكتر خيره قال يا اخي قدر الحاجه اللي عنده هيقدمها للناس. نحن عندنا طبعا خبرات متنوعه زي ما شايفين الناس اللي عرفت نفسها، خبرات متنوعه، فكل الخبرات دي ناخدها ونطلعها في كتيب، نطلعها في بي دي اف فايل، المهم حاجه تستفيدوا منها الناس، يكون في تريننج مستمر ونقدر نتواصل مع العالم ومفيد يعني. فقاسم انا اقترحت له انه يكون السيشن دي بعنوان ساينس كوميونيكيشن 5 دبليو. ال 5 دبليو اللي هي بتاعت الصحافه، الهو واي وين هاو، وفي واحده ثانيه في داون بس المهم في الموضوع. فقاسم ليك المايك، يا ريت تعرف بنفسك وطوالي تخش الموضوع. شكرا جزيلا، تفضل. شكرا دكتور انمر، طبعا كويس اداكم المختصر حق التايت فريم تايم فريم اللي كان عندنا للتجهيز للحياه دي. بس كنا بنناقش امبارح في موضوع ساينس كوميونيكيشن كده، انا ما مختص بتاع ساينس كوميونيكيشن، هو زي ما دكتور انمر وراكم اشتغلت مساعد تدريس، عملت البكالوريوس حقي، عملت تو ماسترز، واحد في لابرا في انجلترا وواحد في WSU في واشنطن ستيت في امريكا. وبعدك اشتغلت فتره حقت سنتين، اشتغلت في التدريس عامه في مراحل مختلفه، ابتدائي ثانوي جامعه، اشتغلت في سينك تانك برضو كنا نشتغل مور لكن سوشيال ساينسز، برضو كان في شغل حق ريسيرش وكوميونيكيشن ممكن يكون ريليفنت للحياه دي. وبعد ذلك بديت الدكتوراه حقتي موست ريسنت لحسة تقريبا في ثالث سنة، إن شاء الله السنة الجاية أكون خلصتها. ف instead of training، لأنه في ناس شفنا حسة ممكن يكون عندهم more experience in terms of science communication، أنا أساسا فكرة حقتي كان إنه نعمل like to facilitate a discussion session نتكلم فيها هو عن science communication، what it is، why we do it، how we do it، when and where. This is probably what we're going to do. هنمشي كده. فهشير سكرين ان هنا like I have this slide، تمام؟ ان انا هنا what
وبعدين عندنا why، عندنا who، عندنا when، عندنا how. فهنقوم نمشي لل whiteboard، هنمسك كل question براو، هنناقش فيه، هنشوف الآراء الناس what they think about it. هنقوم نشيل من كل whiteboard نملى بها السلايد، ومع نهاية السيشن يكون عندنا like a set of slides ممكن نستخدمها in the future for further refinement، وممكن تبقى material على الناس تشتغل منها. طيب فنقوم نقلب لل whiteboard. Go ahead. تمام. طيب نبدأ بأول question اللي هو طبعا what. Let's do text يكون نفسه. What is science communication? Okay. البتاعة دي هنا ظاهرة. مش ظاهرة بس هنا ده ما بيكون فيه هنا زي ما بيقولوا سبيلينج تشيكر تاكل لارك بس. لا ما عندي مشكلة انا في سبيلينج تشيكر. اوكي تمام. طيب what is science communication؟ فنقوم نفتح اول شيء للمشاركين، يعني في رايكم what is science communication؟ كل الناس هنا غالبا يكون عندها to some extent خبره في science communication في جزء منها at least، فنشوف الناس رايها شنو. What is it؟ يعني لو سالناك يعني in one sentence what is it؟ عاصم I think is raising his hand، فممكن نبدا بعاصم. مرحبا استاذ قاسم، ومتشرف جدا بالسيشن. أول حاجة بالنسبة للتواصل العلمي، أنا برضو interesting، يعني لسه ما تخصصت في المجال ده، لكن برضو الواحد interesting، وحتى ذاته يشتغل في المجالات بتاعت الكتابة التبسيطية في مجالات العلوم. بالنسبة للتواصل العلمي هو عبارة عن مفهوم هو ما جديد، لكن نحن لسه يدوب في المجتمعات العربية، باعتبار أنه يعني هي وسيلة بتساهم في أنه تعمل حلقة وصل أو ربط بين الجمهور المتخصص، أقصد بين المجتمع العلمي والجمهور العام الغير متخصص، من ناحية مناقشة سواء كانت أوراق علمية أو يعني قضايا علمية، سواء كانت إنجازات يعني أو حاجة كده مثلا بارزة حصلت في المجال العلمي، سواء كان من خلال فعالية أو من خلال تدشين ورقة علمية وكده، فبيتم تبسيطها وتوضيح المفاهيم العلمية بتاعتها بصورة تقدر يعني يقدر القارئ او المتابع للمجالات العلميه الشخص العام اللي هو ما هو يعني متخصص يقدر يفهمه ويقدر يستوعبه بشكل مبسط. بعد ذاك بحسب اللهجه، سواء كانت لهجه محليه او لهجه اللغه العربيه العامه، فدي هي وسيله بتخلق انه الشخص يكون مواكب ومتابع، وفي نفس الوقت برضه يعني بيسد الفجوه بتاعت انه يعني الجمهور المتخصص يعني يقدر يعني يفيد المجتمع، والمجتمع ذاته يقدر يساهم برضه في العملية التعليمية أو العملية بتاعة تبسيط العلوم من ناحية الاستيعاب، وحتى ذاته من ناحية الوعي، بل ممكن يكون مؤثر برضه وفعال، سواء كان في الأزمات اللي بتحصل حول العالم، سواء كان أزمات بيئية صحية وهكذا، فبتكون في وعي حاصل يعني للمجتمع العام. فمعليش هو ما تعريف دقيق، لكن ده على حسب اجتهاداتي. No, that's very good. Good. I think طرحت actually أجزاء مهمة جدا من science communication زي ما الناس عامة بتطرق لها. I think هو ده at least part of it، اللي هو إنك ال link between the technical people or the scientists واللي people or يعني general population، ده جزء. It's not necessarily all the science communication، لكن جزء integral من ال science communication. ومحتاج زي ما قلت specific types of dialogue، وجزء specific language، لا تبسط الجارجن، لا تبسط المفاهيم. ف yes it's a very big part. I think I got the main big notes. Anyone else في زول تاني عنده additions لو سمحت لي؟ طيب في نفرين I think who are trying to talk، ما عرفت منه. أنا شاكر يحيى. تفضل. طيب أنا برضو في الإطار ده بفتكر ال science communication ظهرت أهميته مع الأوبئة، إذا كان قديما إذا كان حديثا. يعني أنا ممكن أخذ الحاجة الأساسية في موضوع الكوفيد 19،
كوفيد 19 فيه يعني تو جارغوني لانجويج، لكن العلماء عشان مطلوب المساهمة بتاعت المجتمع في محاربة الوباء، فكان في كمية يعني كبيرة من الشغل بتاع التبسيط لإيصال المعلومة للناس. ده أكتر حاجة أنا لاحظتها خلال السنة أو سنتين بتاعت الكورونا دي، يعني كان في كمية من الـ scientific language، لكن to reach the communities it was made in more simple and easy to absorb language because we need community engagement to end the pandemic. طيب انا ممكن برضو يعني اقول انه الساينس كوميونيكيشن ده مهم جدا لانه هو بينقل التجارب المعمليه والمخبريه ونتائجها وبينقلها للعموم. الكلام ده اهميته وين؟ اهميته في توفير التمويل للعلوم نفسها لانه تحصل تجارب علميه، لانه توفير التمويل ده بيجي من الحكومات، والحكومات دي بترفع الميزانيات بتاعتها، لو كانت مثلا حكومات منتخبه ولا كده بترفع بناء على خطه خطتها والناس عملت فيها فوتنج، الناس انتخبت الناس ديل لانه والله يخلوا مثلا الدوله الفلانيه في الصداره العلميه والبحثيه. فانا ده كناخب كزول بدفع ضرائب عشان اكون متاكد انه القروش بتاعتي ده هتمشي في الحته الصح، هتخلي الدوله بتاعتي في الرياده العلميه والاثنائي، لازم اكون عارف الناس بتعمل شنو. لكن انا ما متخصص، انا زول عادي دار اعرف في الهندسه النوويه حصل شنو، الدوله دي بتعمل في شنو، في الفضاء الدوله دي قاعده تعمل في السباق الفضائي، في التسلح، في السايبر سيكيورتي، في كل التفاصيل دي. فمهمه الساينس كوميونيكيشن انه ينقل الحاجات الفيري سوفيستيكيتد بتتعمل في الغرف المغلقه واللابات النظيفه وكده لاي زول اي مواطن، لانه من حقه انه يكون انفورم، انه يكون عارف حتى من ناحيه بتاعه يعني مواطن يعني. ده رضيته. شكرا. لو سمحت لي أضيف حاجة صغيرة في الجانب التاريخي، أنا بفتكر إنه ساينس كوميونيكيشن لعب دور كبير جدا، لأنه يعني العلوم في بدايتها أو الناس اللي كانوا بيشتغلوا في العلوم في بداياته دائما خصوصا في عهد الظلام، العهود تحت الظلام، كانت الكنيسة وغيرها بيتهموا الناس ديل بالدجل والشعوذة، وهم كانوا دارين يوصلوا للعامة هم قاعدين يسووا شنو بلغة بسيطة جدا. لو ما نجحوا في الحاجة دي أفتكر ما كانوا وصلنا للتطور العلمي الآن. يعني العلم ده علم قديم اتخذ أشكال مختلفة، لكن يمكن نحن هنا في عالمنا العربي ده ما أخذ دوره الرياض. I think الناس قاعد وهو طبعا عايز في الشات برضو يا قاسم، لأنه نسيبه yes. برضو I think في أمنية برضو I think raise her hands important also the voice understanding. okay يلا أنا كنت بس داري أعلق حس في الموضوع ده إنه في ربط و it makes sense إنه في ربط between what it is and why it's important، لكن الناس لو ركز أكثر في إنه what it is، لأنه next slide هو why، هو بيتكلم عن أهميته why it's necessary وفائدته وهكذا. طيب هنا أنا عملت كوبي لمنه في الشات، عملت كوبي لي نسيبة. وعدك أمني ممكن تفضل برضو. I think you have your hand raised. ازيكم جمعة مباركة، أنا منيا مختار مديرة في Sudanese Research Foundation، وكان من Did you cut out ولا أنا sorry يعني تلفون right now. أنا الحمد لله لقيت training في طب المناطق الحارة Epidemiology Center هنا، و I'm public health specialist reproductive health. ف related
thing to my زي ما بقولوا view بيجاي في الصحة. ف it's like sharing knowledge مع زي ما بقولوا the lay people and with the colleagues and the policy makers. It's like yeah either mentoring yeah either زي ما بقولوا raising awareness زي قرصة أضان, لأنه right now يعني my recent project كان relating to science communication about HPV vaccine. ف it's like the policy makers they know it but زي ما بقولوا في difficult حاجة communication بيناتهم. فأنا كنت حلقة الوصل بين البرنامج القومي لمكافحة الإيدز وبهناك مش عاجر الوزارة الصحة الاتحادية. فإتس لايك إنه by the communication by إنه نمشي نصل للبنفيشيرز اللي هو مشينا ليهم كان أنا وصحبتي بسيمبل لانجويج they don't even know what is the cervical cancer and how we prevent it. ده من my point of view يعني في related to health. ف by communication many things بتتخطى في زي ما بقولوا مكانها and we can reach زي ما بقولوا universal health coverage الدائرين نصل لها globally. Great. Yes, I think only تطرقت لل other main ones in my opinion. Probably different people structure like types of cyber communication differently. Like in, for me, and I structure them into three. هو internal communication. هو this is what most scientists do. I as well, I'm a grad work probably does this. هو communication مع other scientists in your field or outside your field. Generally, you communicate through scientific communication in the form of like, you know, presentation, journal articles, or publication and stuff like that. There's, you can, نقول على internal communication, and then في public general public communication for lay people in general. يعني ده الحياة اللي ممكن تشوفها في التلفزيون, في الأخبار, in YouTube, in WhatsApp or whatever it is. هو فكرة إنك تحاول تصل to as many people as possible مفاهيم or results ناتجة from you know general academia and scientific efforts. بعد ذلك the one عامة أسينك الناس بتحمله but you still mentioned it, هو communication مع decision maker and policy maker. ممكن يكون in government or public sector. هو ده بيكون slightly more maybe complex and robust than lay people but not at the same level as internal communication in terms of like publications ومع scientific community. انت بيكون ده يتصل لحاجة grounded. You need to communicate برضو معهم through other channels. هو بيكون مثلا sometimes through white papers or policy research or policy papers or briefs or background notes and stuff like that. But this is also a specific type of science communication. I think I'm with the movement. لكن كويس انه تطرقنا له. السلام. يا مرحبا. عليكم السلام باشمهندس حسن بابا يا زكي غالي. أنور شكلك شبه لخبطت بياناتنا زي ما الصوت ده منو بيتكلم؟ طيب السلام عليكم, شكرا لك يا دكتور أنور وإبراهيم قاسم. أنا حسين جبريل يا دكتور أنور. يا هلا ومرحبتين. أنا حسين جبريل, قبل ده التغينا حقيقة لكن فترة طويلة جدا. أنا حسين جبريل, خريج جامعة الخرطوم 2014 والتحقت بمنحة إلى أندونيسيا لدراسة الماجستير. درست الماجستير في أمبات 2018 والآن بدرس دكتوراه أيضا في أندونيسيا, وأنا محاضر في جامعة الجنينة. حقيقة المجال بتاعي هو الكوميونيكيشن ساينس, يعني نقلب الكلمة زي ما very interesting very interesting. فنحن حقيقة يعني في الكوميونيكيشن ساينس يعني أبسط تعريف له هو transferring and also sharing the information between one person to another or groups through medium. الميديوم could be TV, could be newspaper, could be also social media and to receiver. And then there's a receiver and also the receiver will give feedback about what he get from us. ده التعريف المبسط لو قلبنا الكلمة يعني عملناه communication science. فأنا بشوف إنه مدام الكونسبت هو science communication معناه إنه إحنا دايرين نعمل promote, إنه إحنا نعمل promotion للعلوم الموجودة بكل أفرعها عن طريق ميديا معينة عشان تصل لأكبر قدر من الأودينس.
احنا بنستهدفهم. فمثلا احنا يعني لو وديت مثال، لو مشينا مكتبة جامعة الخرطوم المين بنلقى في كمية من الكتب وفي كمية من البحوث موجودة في المكتبة، لكن ما في زول يعني نشرها، ولا في زول حتى يعني ما اتنشرت في جورنال، ولا حتى انه في زول عكسها في الميديا، ولا حتى في زول نزلها كبوست في السوشيال ميديا. فنحن بنستخدم الساينس كوميونيكيشن to promote this knowledge and also to promote this science to the to audience, to the public. I mean through social media or new media that we could use it to reach a lot of audience, whether in our country or in another countries. فأنا بشوف إنه يعني science communication هو باختصار إنه يعني في كمية من الكتب موجودة في المكتبات، في كمية من ال documentations موجودة، في كمية من المقالات، وكمية من ال بسموها شنو العلوم الموجودة بصورة النمطية التقليدية القديمة. فإحنا بنحاول إنه ياخي نقولها عن طريق ميديا جديدة إنها تصل لأكبر عدد من الجمهور. فده باختصار الحاجة اللي أنا شايفها يعني what's science communication. شكرا لك كثير وتحياتي لكم. يا قاسم عدل لنا اسمك ده عشان يبقى سوداني بالامريكي، دي الناس كلها تقول لك ابراهيم. ابراهيم ده جدا يا فهد. هم I think the university is saying it doesn't belong. ايوه حسن بابا حبابك. You're muted. المايك حقك muted. سعيد جدا اكون معاكم يا دكتور انور و ابو علي. الله يخليك، الف شكر للفرصه الجميله دي. الله يكرمك يا اخي، سعيدين بك والله. يا ريت تعرف نفسك برضو وتوري الجهود بتاعتكم يعني في المجال بتاع الترويج للعلوم وكده. واسس السؤال بتاعنا متمحور حول ما هي الهنايه. طبعا الجلسه بيديرها حبيبنا الباشمهندس قاسم. تفضل. نعم الله يخليك، شكرا قاسم على اداره الجلسه، وشكرا دكتور انور. أنا الحقيقة الأربع خمس سنين اللي فاتوا ديل كنت مهموم جدا بالساينس كوميونيكيشن والساينس أوتريتش والساينس دبلوماسي. فترة كنت يعني بحكم عضوية في، أنا موجود في السودان لكن بمشي أمريكا كثير، فبحكم تواجدي الكثير عضو في الـ AAAS اللي هي American Association for Advancement of Sciences. أكثر حاجة كنت مهتم بها عندهم هي الساينس دبلوماسي والـ Science Communication والـ Science Outreach Programs. ولقيت إنه أسهل حاجتين أطبقهم، واحدة منهم الـ Science Outreach، يعني عندنا كنت دكتورين من أكثر الداعمين والبيحمسونا في الحاجات دي، فعامل برنامج زي توصيل العلوم على مستويين، على مستوى الشباب والناس الـ Professionals وربطهم بالمجتمع اللي هو الأطفال، المدارس، طلبة الجامعات، باعتبار إنه إحنا عندنا فعلاً في بروكرينج، عندنا حلقة مكسورة وفي مشكلة كبيرة جداً في التواصل ما بين المختصين، خلينا نقول المختصين سواء كان المدرسين العلوم، الباحثين العلميين، أساتذة الجامعات، الريسيرشرز، ديلكم مع بعض في مشكلة في التواصل بينهم، والمشكلة الأكبر في تواصلهم مع المجتمع، لأنه المجتمع إذا ما اقتنع بأهمية العلوم والبحث العلمي وترويج العلوم ما حيقبل، إنه حتى لو الحكومة على علاتها لو حاولت تدعم برامج زي دي أو المنظمات حاولت تدعم برامج زي دي ما حتلقى تعاطف من المجتمع، يقول لك والله أحسن أنتم ما تدعموا لنا حاجات ثانية، الخبز، الموية، التنظيم بدل تدعمه. فباختصار أنا اشتغلت الفترة اللي فاتت دي ومواصل وما حقيف إن شاء الله، بلقى دائما الدعم من خبراء في المجال دكتور أنور خلافه، إنه اشتغل في برنامج للترويج للعلوم ما بين أوساط المختصين وما بين المجتمع عموماً، والمجتمع أنا دائماً بجسد في صورة الطفل والأسرة، إنه نوصل لهم العلوم ونخليهم جزء من عملية البحث العلمي وجزء من عملية المنظومة العلمية البحثية اللي كان في مختلف مجالات العلوم. ما كنا أخذت وقت أطول طويل عشان أعرف. يا أخي والله كتر خيرك، كتر خيرك كثير، شكراً جزيلاً لك لوجودك هنا. طبعاً أخوانا أحسن بابا عنده كامب، عنده معسكر صيفي فيه مليء بالعلوم والنواض الهناية
استنفذ التلسكوب بتاعت الفضاء يعني شغل very interesting صراحة. يعني حاجة زول قاعد في السودان بيعمل في حاجة دي حاجة عظيمة جدا نحييك عليها والله ونشكرك يعني شكرا جزيلا. تفضل يا قاسم. تسلم ومرحبا بك في الجلسة. أخذت بس جزء من الخطاب حقك نزلته في الـ في الكويشن حقنا حق إنه what is science communication. I think إلى هنا كويس يعني what is يعني بقي عندنا فكرة عامة إنه science communication هو بالتحديد شنو. الناس اتطرقوا أساسا لكل ال main aspects of science education science communication definition. قمنا ننتقل إلى next one اللي هو why we do science communication. Probably ما حنمسك not gonna spend too much time on this لأنه لما قلت الناس اتطرقت للحياة already. Why science communication? فالناس ممكن لو عندها إضافات لأنه I think أنا have a hard deadline at 4 we probably have like another 22 minutes. فنقوم نخش في why science communication is important. لو في follow-ups لحياة already mentioned في what science education is. لو في أي زول عنده أي مداخلة يدينا يعني why science communication important. الناس I think اتطرقت already لأنه مثلا أنور جاب إنه it's important في مثلا in a democratic country لأنه you have to advocate for science لأنه في النهاية you're paying to, for a lot of science research عن طريق ال taxes. فلو الناس are not on board you're not going to get funding. Another aspect الناس جابوا في موضوع الكوفيد you know it's important to يعني in certain situations and that's according to some general idea of like what is scientific knowledge and what isn't so they can make better and informed decisions that also makes sense. في عاصم has his hand raised so ممكن عاصم لو عندك additions we can put them in. يديك العافية أستاذ قاسم. بالفعل ما شاء الله يعني الضيوف كلهم كانوا في خلال التعريف او الديفينيشن بتاع ساينس كوميونيكيشن ادى اجابات ما شاء الله كويسه حتى برضو في التعريف بتاع واي. فانا برضو ممكن اضيف شويه بالنسبه لانه الساينس كوميونيكيشن يعني انا شايف اهميته بتكون في التوعيه يعني توعيه المجتمعات باهميه العلوم. يعني زي ما مثلا الجائحه بتاعه الكوفيد 19 لما بدات تظهر خصوصا وقبل ما تتحول لجائحه يعني كانت عباره عن وباء في الصين بالتحديد الناس كانت بتاخذ معلومات مغلوطه خصوصا القنوات الاخباريه يعني باعتبار انه مثلا ما عندها اشخاص متخصصين او في نفس الوقت هي بتحب انها تكون سباقه في المواضيع الاخباريه والاحداث العاجله. ففي النقطه دي بيجي دور واهميه المنصات اللي بتشتغل في الرول ده سواء كانت مواقع او مدونات او قنوات اخرى ايا كان سواء كان يوتيوب او اي حاجه هم متخصصين بهذا في المجال ده. فمن هنا بيتم توضيح المعلومات بطريقة أوضح وفي نفس الوقت بمصداقية وبمرجعية باعتبار أن المعلومات تكون معتمدة وموثقة من جهات رسمية أو قنوات رسمية سواء كانت جهات صحية جهات حكومية وهكذا بعكس المعلومات اللي ممكن تتناول شائعة كده حول المنصات الإخبارية وهكذا. النقطة الثانية برضو زي ما اتطرق لها دكتور أنور نقطة أنه ما يحدث خلف الكواليس برضو أو الغرفة المظلمة زي ما بيقولوا. فأنا كنا زمان إحنا شغالين في مبادرة اسمها السودان العلمي فهي منصة بتاع تبسيط علوم يعني هي ما ساينس كوميونيكيشن باعتبار أنه الساينس كوميونيكيشن محتاج كورسيس محتاج سكيلز محتاج يعني أدوات الواحد ممكن بعد ذلك يستخدمها بعد ذلك في العملية أو المهارة بتاع توصيل العلوم. ففكرتنا أنه إحنا بنساهم أنه نبسط المعلومات بقدر الموارد المتاحة لنا سواء كانت مواقع علمية سواء كانت قنوات رسمية أخرى. فكان في حدث تقريبا قبل في 2019 على ما أعتقد كان الصين أطلقت قمر صناعي للسودان باعتبار أنه أول قمر صناعي كان خاص بالسودان. فالحاجة الغريبة اللي أنا لاحظتها يعني الإعلام السوداني أبدا ما تطرق للحاجة دي بالنسبة للقنوات الرسمية سواء كانت تلفزيون السودان وغيرها من القنوات الأخرى الرسمية وإنما كانت الصحافة السودانية كانت تطرقت للموضوع بشكل مختصر عبارة عن أخبار بس كوبي بيست حاجة سريعة جدا. ففي النقطة دي نحن كنا ركزنا في نقطة أنه نأخذ معلومات أكثر حول الموضوع ده. فللأسف لقينا يعني ما في أي قناة رسمية تطرقت بالتفاصيل أكثر وإنما كان في دولة أفريقية تقريبا عندهم مجلة اسمها أفريكان ماجازين ولا حاجة زي دي فكانت تطرقت للموضوع ده يعني. فأخذنا منه تفاصيل كثيرة أهداف القمر الصناعي
وأسباب يعني الإطلاق بتاعه ودوره سواء كان في الجانب بتاع الميليتري أو السيفل وكده. فكان يعني حاولنا أن نبسط الفكرة. فهنا بيكون الأهمية بتاع الساينس كوميونيكيشن أنه برضو يساعد في أنه يعني الأحداث اللي بتكون خاصة بالمنطقة أو اللوكال مثلا نحن في السودان, فالجمهور العام يكون عارف يعني مثلا ليه تم إطلاق القمر الصناعي, أهدافه مثلا شنو وكده. فالمجتمع بيكون فاهم وبيكون واعي, فدي برضو من الحاجات المهمة جدا في التواصل العلمي. ويديك العافية رب. شكرا على الأخ العاصم. جيد حاولت ألخص المين بوينت. طيب أنا ممكن أضيف برضو نقطة تاني في إنه why science communication. science communication عندي تأثير كبير جدا في صيغة المواطنين والبشرية يعني جمعة كده بأهمية العلم وإمكانية التقدم. يعني أخبار مثلا زي الخبر بتاع أول إنسان حط رجله على سطح القمر, أخبار زي علاج لكانسر ولا علاج لدواء ولا إزالة استئصال الجدري يعني من يختفي من الدنيا ولا كده, دي أخبار بتخلي الناس بتثق في نفسهم, بترفع المعنويات تحت الناس, بتزيد الإنتاجية في الاقتصاد بصورة عامة يعني. شكرا. حسين تفضل. أنا بس داير أضيف نقطة يعني ممكن تكون بسيطة جدا. ليه نحن يعني محتاجين الساينس كوميونيكيشن؟ أنا بشوف إنه يا أخي إحنا نبسط يعني نبسط العلوم المعقدة. مثلا يعني دكتور أنور كاتب ورقة علمية وصل لنتائج مثلا ونشرها في سكوبوس جورنال, فأنا عشان أوصل النتائج اللي وصل لها دكتور أنور للمواطن البسيط مثلا في الجنينة, فبحاول أنا أبسط المعلومة دي بطريقة يعني تكون شيقة ورائعة, وفي نفس الوقت يعني زي ما بقولوا أوصل المعلومة بصورة دقيقة وبصورة كاملة يعني. فأقوم أبسط المعلومة دي عشان إنها تصل لأي إنسان في أي طبقة من طبقات المجتمع أو في أي منطقة من مناطق المجتمع. لو ممكن أضيف حاجة بسيطة قاسم. تفضل. أنا أعتقد في مشكلة في استخدام التكنولوجيا أو توجيهها. التجربة أكدت إنه كل المجتمعات بما فيها المجتمع السوداني عندها اهتمام بالعلوم لكن ما في تحفيز. إذا ما لقيت التحفيز زي ما قال دكتور قبل شوية يعني حكاية الأيام اللي فاتت دي حكاية القمر وصعود القمر إن أمريكا عاوزة ترجع تاني للإحصاءات بتاعة القمر. أفتكر إنه إحنا بنحتاج إنه نفتح قنوات واسعة جدا للتواصل. أنا دائما بصير على حاجتين, تواصل ما بين المختصين وتواصل ما بين العامة عشان نفتح العامة. أنا بفتكر إنه محتاجين إنه يكون في قنوات بتاع التواصل, سواء كانت قنوات تقليدية إعلام تقليدي أو انتشار قنوات في اليوتيوب أو قنوات تلفزيونية. أنا بحتاج إنه محتاجين نخاطب المجتمع بصورة مبسطة جدا عن إنه what is science. والحاجة دي أفتكر إنها ما بتتم ما لم الساينتست نفسهم أو كل الناس اللي شغالين في مجال مختلف الساينسز يكون عندهم الفيجن الواضحة في إنه كيف تصل شريكك في العملية أو المجتمع اللي هو ما انت مطالب بانك توصل له المعلومه وتثير حفيزته. اقول حاجه بسيطه صغيره كده. انا قبل 4-5 سنين كنا بنطلع بالتلسكوب, بنكون احنا 3-4 مهتمين ببحث الفضاء والكوزمولوجي والاستروفيزيكس وكده. الان بعد 4-5 سنين من بدايه التريبس اللي بنعملها بالتلسكوب, الان اضطرينا انه نعمل اعلان بالتسجيل لانه ممكن عادي تلقى انه في مئات الأسر ومئات العربات ماشية وراء وطالبة إنها تمشي معنا إنها ترصد الظاهرة الفلانية إن عطارد حيمر قدام الشمس. ممكن كل الناس تابعوا في الميدان الشرقي قبل 4 سنين لما حصل مرور جقف فوريلان, أنا قال ما فاهمين في شنو الشارع يتقفل والآلاف الناس دي داخلين الجامعة. اكتشفنا إنه الإعلان لقى رواج ضخم جدا وجو آلاف الميدان الشرقي عشان يشوفوا الظاهرة عبر التلسكوبس. فأنا بفتكر إنه محتاجين بصورة جادة ننشئ قنوات
التواصل الاجتماعي مختصة بالعلوم، محتاجين لقنوات حتى فضائية، وبدت كلام زي ده على مستوى الشركات خاصة، إن زي ما في قنوات رياضية تكون في قنوات علمية، ومحتاجين ننشر الأندية الساينس كلابس في واسطة المختصين في الجامعات الأساتذة المحاضرين في ده، وفي الأحياء أو في المدارس الساينس كلابس، لأن دي واحدة من التوز اللي بيعرف العالم كله في الساينس دبلوماسي أو الساينس كوميونيكيشن. لو سمحت لي، لو سمحت لي أقول حاجة. تفضل. العلوم المختلفة إذا الناس عايزة تستفيد منها غالبا بيكون مطلوب behavior change. أنا ما أقدر أركز على الحياة الطبية، لكن في مختلف الحاجات. فأنت إذا داير المواطن العادي يحصل له تغيير في نمط سلوكه، مثلاً استهلاك الموية، تعامله مع مثلاً مع اللقاحات، المحافظة على البيئة، دي كلها حاجات بتتطلب behavior change. فلازم يكون في simple science communication to trigger ال behavior change. قبل الأستاذة دكتور أمنية قالت موضوع اللقاحات، دي حاجة أنا اشتغلت فيها تقريبا 3 سنين، كنا بنشتغل الكوميونيكيشن بتاع واحدة، هي من أصعب الحاجات. اللقاح موجود وفائدته مثبتة، لكن إحنا دايرين نقنع المواطن إنه تيوز اللقاح. الحاجة دي واحدة من أكبر التحديات اللي بتواجه ما السودان بس، بتواجه أفريقيا، وحتى في أوروبا كان واجهت الناس مشكلة في أخذ اللقاح بتاع كوفيد، لحد ما الحكومات اتدخلت وعملته مانديتري. عملته مانديتري لأنه ما دار أقول الـ behavior change communication أو science communication ما قدر يغير كثير المفاهيم المغلوطة عند الناس، فالحكومات اتدخلت. فإحنا محتاجين دور أكبر للساينس كوميونيكيشن عشان نستفيد من التقدم في مختلف المجالات العلمية. شكرا. أسلام. أوكي. Good. I think هو تعرفنا برضو again to some of the main aspects of why science communication is important. In general, أنا ملخصي is إنك أنت depending on لو رجعنا لإنه who we're communicating science to, communicating science to other scientists and people in the scientific community is important for cross-validation. أنا في النهاية whatever you do without the proper validation and review, it's not like solid knowledge. Then you communicate with the general public, they're ناس اتطرقت to either advocate for science, help them get better information, ويقدروا يطلعوا من disinformation, influence behavior, قال موضوع اللقاحات or like when to lock down, whether to wear a mask or not to wear a mask and so on. And generally just الناس يكون ده like a positive opinion science is generally good for a scientific community. And then for like policymakers and decision makers, برضو you want them to have evidence-based decision making. And the strongest tool humanity has developed to produce evidence is the scientific method. It's good to have policymakers and decision makers use scientific knowledge and grounded evidence-based decision making. Okay, then this moves us to our next question, which is who? Okay. So بالنسبة لي who, هنلخص in two things, you know, who does the science communication and who gets it. Who communicates it. And who receives it. Who are the recipients. طيب, هنا already
احنا قلنا اننا the general public, قلنا اننا the scientific community, قلنا اننا policy and decision makers. تمام, لكن ما تناقشنا كثير في انه who supposed to communicate it. فنقوم نفتح المجال لانه who is supposed to communicate? Who is in charge of this and why? مين اللي عنده اقتراحات or ideas؟ طيب انا ممكن اقترح انه اللي بيروج للعلم او يبسط ولا يوصله هو الصحفي او الشخص المسؤول من الكوميونيكيشن, من الاتصال في المؤسسه, سواء كان في الجامعه ولا في المختبر البحثي. في الاورجنايزيشن ستراكشر بيكون في زول بتاع كوميونيكيشن مسؤول. ولكلي اسي جانا داخل برضو حبيبنا حفيظ عبد الحفيظ, هو المسؤول من الكونتنت في واحده من المؤسسات الرائده هنا في قطر. ان شاء الله برضو يورينا عن شغله لاحقا, لكن عامه الفكره انه في زول مسؤول صحفي, سواء كان بتاع اتصال على اساس انه يوصل للناس الثانيين اللي هم الريسيفرز, يوصل لهم الحصل في المختبر ولا في المصنع ولا كده من اكتشاف ولا غيره. شكرا. That's another. Yep, I think it referred to two important ones. اللي هما journalists in general. في journalists بيشتغلوا حتى في الصحف, في online portals. دي جزء من مهمتهم إنه to take information from journals or from the scientific community and then transfer it to العام or general public. بعدين عندك عامة وزين المؤسسات كثيرة, جامعات or like national labs, بيكون دائما عندهم PR or communication outreach specialist. ده بيكون برضو جزء من وظيفته. Anyone else؟ ممكن أضيف حاجة صغيرة, أكيد كلام دكتور أنور حكاية الجورناليست ودكتور شاكر. ده عنصر أساسي يعني priority عالية جدا. عندنا مشكله, يمكن ما احنا لما نقول السودان بنقصد الوضع العام زينا يعني دول العالم الثالث, اول ما بين بتاعت الساينس بتاعتها ما بيرفكت, انه الساينتست ما بيهتم بالاعلام ولا بالصحافه, والصحفي سواء كان الممارس للمهنه او الهاوي ما بيهتم بالساينس. عندنا ان شاء الله شهر 10 تو وركشوبس طويلات شويه, يعني كل واحده 3 4 دايز, واحده عن الساينس جورناليزم والانفايرمنت جورناليزم. واحده بديناها قبل شهرين نفذناها, كانت ممتازه جدا ايام الكلايمت تشينج, البوم بتاع الكلايمت تشينج, كانت عن انه هاو تو كرييت ا يونج انفايرمنت جورناليست. وكان مفروض نعمل ساينس جورناليست, لكن الناس قالوا افتكروا الخصوصا شويه, فدي على اساس انه نخلق طبقه من الجيل, بالذات الجيل الجديد, انه يكونوا من الصحفيين مختصين بأخبار العلوم وتقنيات العلوم والأفورس المبذولة في مجال الساينس والساينس ديبلوماسي والساينس كوميونيكيشن وغيره. زي ما في البيئة برضو محتاجين أن يكون في صحفيين مهتمين بالبيئة. فدي تجربة أنا بفتكر أنه ممكن نمشي في اتجاهها, أنه نحاول نعمل لنا شغل إنتنسيف وإكستنسيف في مجال أنه نأهل شباب من الناس من الإعلاميين, أنه نأهلهم في مجال كيف تدرس اخبار الساينس والبرانشز بتاعت الساينس, شنو الكوميونتي بيز ساينسز البروفيشنال ساينسز كده. في نفس الوقت ممكن الناس الساينس او الساينس كوميونيكيشن او الناس المهتمين بالساينس والتكنولوجيا عموما, ناهل جزء منهم بالذات نركز على الشباب الجداد انه دول حيكونوا ليدرز قريب, يعني بعد يتخرجوا سنتين ثلاثه ممكن يكون عنده فيري هاي امباكت يعني في وسط المجتمع. ممكن ندربهم انه كيف تبقى مش صحفي لكن على الاقل تكونتريبيوت في الحراك الاعلامي بانه انت تعكس الساينس اكتيفيتيز او الساينتفك ريسيرش اكتيفيتيز في السودان. لو سمحتوا لي اضيف حاجه في نفس الاطار, او هي تجربه هنا هسه موجوده اللي قال الكلام اللي اتقال في جهات, مثلا في ناس مهتميه مثلا بالطفوله بيأهلوا صحفيين للكتابة عن قضايا الطفولة. الجهات المهتمية مثلاً بالبيئة UN Environment شفت لهم شغل بيعملوا
تدريب لصحفيين يشجعوا صحفيين موجودين في المجال الصحفي انهم هم يتبنوا قضايا البيئه. في منو تكومنيكيت، انا افتكر واحده من الحاجات المهمه جدا انه الساينتست ذاتهم انهم ياخذوا كوميونيكيشنز تريننج، يعني هو بيكون ملم وبكون محتاج بعض التيبس والسكيلز عشان يبسط الحاجه للناس، ما تكون شكلها منفر، تكون شكلها سيمبل. هو زول خبير لكن ياخذ تريننج في الـ في الـ في الكوميونيكيشن، يعني تو ويز، يعني صحفي يتدرب في الشغل العلمي وفي نفس الوقت عالم يتدرب في الشغل الصحفي. Yeah, and I think that's a very good point. It has to go both ways. مهم إنه a scientist or technical people يكون عندهم communication skills so they can do a lot of reach. ومهم برضو يكون في ناس اللي هو وظيفتهم من the general public or journalists برضو to get some scientific training عشان يقدروا to consume scientific content and summarize it in a good way. اللي هو ده غالبا حنتطرق له probably in maybe it's the next session. لأنه it's important to talk about some of the pitfalls or challenges of a good science communication. ممتاز. طيب يا أخوانا معلش لو سمحت لي قبل ما ننبه لحاجة مهمة، الجلسة دي حننهيها أسي دي بعد شوية لأنه قاسم عنده ارتباط تاني، لكن حنواصل يعني نحن ما كلنا موجودين في جروب واحد. وأنبه الناس إنهم يخطوا التلفون الواتساب والإيميل بتاعهم في الشات هنا ده على اساس انه نقوم نتواصل معاكم نوريكم شنو ده نوريكم الجلسه الجايه امتين وكده. فحسب الافيلابيليتي ان شاء الله راح نواصل في الموضوع ده بصوره مستمره، وان شاء الله حيكون في جريت اوت كمز ان شاء الله من كل الجهات. فبس لانه قاسم حيعتذر يعني زمن وجاء، فبس حبيت انا انبه هالقصه دي. تفضل ممكن تقول مداخلتك. تفضل. الحاجه اللي انا داير اقولها عشان المجهود ده، إذا كنا بنتكلم عن السودان، أنا ما اغتربت أصلاً، أنا جاي في السودان ده من اتخرجت من الجامعة سنة 95 واشتغلت مع الصحفيين. فواحدة من الحاجات اللي إحنا نهتم بها جداً إذا كان محتاجين نعزز الساينس كوميونيكيشن، نخلي إنه الماتيريالز موجودة باللغة الأم بتاعت السودان اللغة العربية. واحدة من التحديات الماسلة شديد انه في تدهور كبير جدا في اللغة الانجليزية في السودان، ما دار اعمم الكلام. واحد. اثنين، الصحافة ذاتها الانجليزية تقريبا ماتت في السودان، والصحافة عموما تواجه اشكاليات. فالحاجة اللي انا عشان الشغل ده يكون مثمر انه احنا نشجع المواد تكون موجودة باللغة الأم اللغة العربية. شكرا جزيلا، وزي ما قلت احنا هنكون متواصلين. ممتاز ممتاز. احنا طبعا في قصتها ودي بعدين ليتر الناس هتجي تتكلم عن دور الترجمة في القصة وكده، لكن احنا طبعا قاسم ما دارين نحصره على اساس انه الحياة دي تكون زي نقوله كونتينيوم، يكون فيها تواصل طوالي متواصلة ونقدر نمشي مع بعض لقدام. قاسم تفضل. ياس اي برضو كنت هاكي الناس الحقيقة. موضوع اللغة مهم شديد وهنناقشه غالبا، هو برضو في ال how where when، لأنه غالبا you need both languages. لكن definitely في shortage، وأنا برضو ممكن أضرب لكم لقدام أحكي لكم عن نحن تجربتنا الشخصية في موضوع ال نحاول نبوس ال I think أنور برضو عنده lots of experience محاولة boosting the Arabic content في the scientific knowledge online and make it more accessible. لكن دي غالبا نناقشه في الـ how when like in next sessions. فمهم دي غالبا لازم اعتذر لانه عندي another appointment in like a few minutes، لازم to drive some distance. لكن اشكركم كلكم على مداخلات، very good discussion I think الان we got some very good points. فلحد الـ next session I think اللي هو حيكون عندنا الـ questions الفضلة اللي هو when and how. When I think when where ده حيكون يعني one slider هو when and where we do science communication and how we do science communication. حتى عامة مرتبطة، وممكن until next session الناس to think about it. We'll reconvene يعني في جلسة تانية and answer these two questions. بعد كده بلخص الحياة كلها في السلايد وبنرسلها للناس.
فشكرا على المداخلات، شكرا على وجودكم. أنور لو عندك أي final remarks. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا ليلى، يعني it's a great start صراحة، يعني حاجة ممتازة جدا الناس كلها شاركت فيها، وإن شاء الله نحن الماتيريال بتاعتنا بتاع سيلز كوميونيكيشن هتكون عاملينها نحن برامج بنتكلم بخبراتنا وتجاربنا. شكرا جزيلا لكم يا اخواننا، وحنواصل ان شاء الله في السيشن الجايه. شكرا 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 جزيلا.